mal, c'est Habitus. Ne pleure pas. Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureuse. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Merci. Ah oui, tfadal. كل يوم يعدي علي أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاه. بعد الشر عليك يا موجة، مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقية عمرك. أنت في حس شبابك وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عدي الله يرحمه كان واطي واطي قوي، ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره، أقول له بتعمل إيه يا عدي؟ يقول لي بتسلى. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل، يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم، لما تتفعص يحط اصبعه في بقه، يعمل صوت بشع وهو بياكل. كنت برجع، لكن انا بصراحه غفرت له كل حاجه بعد لما مات. هفضل مخلصه له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جونتي طلع ذوق مات بدري. الحمد لله. راجعه هاني تشري؟ سيل فو بلي رأفت، كابوتشينو سان سكر. مهجة هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الأسود بتاعي عشان أنا حزينة. ربنا يجعلها آخر الأحزان، أوكي؟ ماشي. على فكرة لطفي ألماس بقى هلكني، هيموت عليكي كل يوم مهجة مهجة مهجة. بليز بقى هني عليه شوية. ما يصحش، ده كان صاحب جوزي. الله، وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون 100 مليون جنيه، والراجل من جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كولي ديامون يجنن يجنن سينيب الجاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا دكتة ودلع يا يقول انا اتغير. ايه بتعملوا ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في القعزة؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعة بسرعة. حاضر. ما جاتش. راح فين يا راجل؟ خلاص بقى ماشي. بقولك ايه؟ على بال ما اتطرق الستات دول انا هوصل لغاية لطفي، وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده، فاهمه ولا لا؟ اربار يا جماعه، فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي باي. أنا مهجة النشر حرم المرحوم عطية أبو سريف. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمد امال اجمد يا مدام اجمدي كده. لازم تجمدي. انا جمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده يعني، هو كان غلط كده بس. الله يرحمك عطيه. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطيه كالرجوله كالرجوله طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه. والله بس شهاده لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه، وكأنه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طال،
أي والله كان يحب كلمة طاطا دي أوي، بدلعه طاطا. أخبارك إيه طاطا؟ وهو بقى يقول يا ميح كان أنا محسن، قولي إزيك يا محسن؟ محسن وطاطا كان حتى في الشلة معروفين، محسن جيت طاطا راح، طاطا جيت جيت فواح اللي أنت بيتك تروح. يا حبيبي يا هاشم. قهوة قهوة قهوة. والبي بيرة ساعة. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك، سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب، انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو، ها؟ عشان دي الظاهر انها ليله حلوه. ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه. أنا كنت بحب عطية قوي. إزيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسة الحمد لله. أحسن نفسي قوي. لا 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 لا، أنا عايزك تبقي مؤمنة كده، لازم تكوني مؤمنة. لا لا لا، أنت بتعذبيني كده، أنت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنة و ها؟ بس بس حبيبي. يا حبيبي يا هاشم. مشبرة يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعزه؟ ده محسن بيه هنداوي صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه، كان جدع وصاحب صاحبه. اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه، هو اللي انا دخلت عز غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده، ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي، لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار. اورفار يا روحي. اورفار، مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. بنت حلال يا بنت. باي يا راوي، ميرسي. بونوي بونوي. رافض عينيا يا باشا. هات لي بقى ازازه ثانيه عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها عينيا يا باشا. والنبي يا باشا سيادتك، يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعدي جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشربي الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده. ولا ده عايز ايه؟ شوية بقى يا باشا بسطرمة على شوية جبنة على شوية لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونية مخللة كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلمية الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت. أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ ما أنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي. اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب. أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة معصفرة بقى كده على مزاجك. ها يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع قوي. أخيرا مهجة وافقت عليا. ياه، أنا مش مصدق نفسي. أنا ما قلتش إنها وافقت يا لطفي،
لكن يعني بالغريزة بتاعتي الأنثوية وباعتباري ست بفهم أقدر أقولك إن مهجة بتموت فيك. إزاي؟ مهجة إنسانة مش عادية، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات تبقى أكيد معجزة. هو ده بقى اللي مخليني مش عايزة.